السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال ومرحبا بكم من جديد في قناتكم مطبخ حليمة الفلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله نزولا عن طلبكم غنحضروا مع بعض تشكيلة من الحلويات بعجين واحد، ربعة ديال الأشكال راقية لذيذة وسهلة في التحضير، وأكيد مكوناتها غنبسطوها ما أمكن. كتجي ولا أروع، أكيد إلا جربتيها غادي تعجبك بزاف. بقاو معايا نشوفوا تفاصيل التحضير ديالها من اول هذا الفيديو للاخر ديالو. المكونات ديال العجين غنحتاجو كاس جوج كيسان لا ربع من الزيت، جوج كيسان لا ربع من السكر الخشن، كاس من مستحضر كريم باتيسير او نشا مستحضر كيجي احسن، مع 250 غرام او علبه من المارغرين او ممكن الزبده ديال العبار، بعض القطع ديال الجبن المثلث، كيس من الفانيلا وكيس من خميره الحلويات 8 غرام، ثلاثه البيضات، وغنحتاجو كذلك الدقيق اللي تقريبا بين 800 حتى 900 غرام، يعني على حسب النوعيه ديالو على حسب كما كنقول لكم دائما الحجم ديال البيض. غنوضعو السكر جوج كيسان لا ربع، العبار بكاس ديال العنبه تقريبا 260 غرام، كذلك غنوضعوا المارغرين او الزبده. بزاف منكم تيطلبوا نستعمل المارغرين لانها اقتصاديه، فاليوم درت الوصفه بها. عندكم الزبده ديال العبار او الزبده من اصل حيواني طبعا ممكن اننا نستعملوها. كنوضعوا بعض القطع كما كتعرفوا جربنا كاملين، الجبن كيجي رائع في الحلوه كيعطيها واحد يعني واحد القوام زوين بزاف، ممكن تستغناو عليه كل من الاحسن الى درناه ربعه القطع او ثلاثه. وغادي نخدمو هاد المكونات بعد ما زدنا واحد القريصه ديال الملحه اكيد، وغادي نستمروا كندمجوا مزيان، ومن الاحسن تكون المارغرين او الزبده بحاره المطبخ. وطبعا ماشي المارغرين ديال التوريق اللي قاصحه، يعني المارغرين تكون لينه ديال العلب الا بغيتو طبعا تستعملوا كيف قلت من اصل حيواني استعملوه. كنخدموها حتى نحسو بالخليط منسجم، وكنضيفو جوج كيسان لا ربع من الزيت النباتيه ما يعادل 350 مليلتر، وكنضيفو من كاين طبعا اللي كنخلطو بيدينا او ممكن نستعملو اداه باش نخلطو، ثلاثه ديال البيضات، ونضيفو كاس ديال كريم باتيسير مع دقيق مع كيس ديال الخميره، وكنخلطو وكنجمعو العجين. حنا كنزيدو الدقيق شويه بشويه تنحصلوا العجينه رطبه، ما تقصحوش العجينه لان مازال غنديروا الاضافات، كاين الاضافات اللي كتكون جافه فغادي تقصح لينا العجينه اكثر ويبقى كيعذبكم. كاين الشكل اللي كيخصو العجينه تكون رطيبه باش ما يتشقش ليدا، طب ديروها رطيبه في الاول ولا احتاجيتو كل شكل وبان لكم انه جاري او لا زيدوه من بعد دقيق ماشي مشكل. كما لاحظتوا العجينه رطيبه وكل ما جلست راه كتزيد تشرب ليدا، ما تقصحوهاش كنأكد. يعني كيجيني بعض الاسئله يعني كيتشكاو واحد الحلوه هي كتقطع ليه هي كتشقق ليه هي كتطلق لي الزيت، فكتكثروا فيها الدقيق اكثر من القياس. غادي نقسموا العجين على اربعه بهذا الشكل، وكل جزء نديروا له اضافه مختلفه باش كنوعوا حتى في المذاقات ماشي في الاشكال فقط. فبالنسبه للاضافات كتبقى اختياريه. انا غندير شكيل غنزيد فيه باط دو شوكولا بلوغو ديال الشوكولات نوار، وغادي نزيد معاه ممكن تستعملوا كاكاو فعوطو اللي بغيتو، انا بغيتهاش باش ما تجينيش العجينه قاصحه بزاف. وغادي نستعمل معاه قهوه سريعه الذوبان، يعني هاد القهوه ما عنديش اللي عندكم ديروها، درت غير قهوه وضيفتها مع الماء. ونكهات اختياريه، اي نكهه عندكم ممكن تزيدوها، يعني حنا كنحضروا حنا كنشوفوا البدائل. عندنا شعريات الشوكولات كوك اللي ممكن نعوضوه بلوز مطحون او كاكاو مطحون، وكيف قلت غنشوفوا البدائل اثناء التحضير. هنا كما لاحظتوا في هذه العجينه زدت شعريه ديال الشوكولا اللي غندمجها مع العجين، ممكن تزيدوا اي اضافه بغيتوا لكم الاختيار باش ما تعكزوش، فقط غير كتندمج صافي كنغطيوها بفيلم اليمونتير ونخليوها على جنب. الجزء الثاني غادي يكون اما بكاكاو اما بباط ديال الشوكولا مع قهوه سريعه الذوبان، يعني كتجينا بلوغو ديال القهوه مع الشوكولات المر، كتجي زوين المذاق ديالها بزاف. كنحاولوا ندمجوه غير بشويه حتى يتجانس. بانت لكم العجينه رجعت لكم فزيدوها شويه ديال الدقيق ونخليوها على جنب. هنا هذا الجزء غندير فيه نكهه الناطه،
ممكن اي نكهه كتفضلوها، ما كنشرطش نكهه محدده كيف قلت غير باش نغيروا النكهات. صافي هنايا دمجتها وغادي نخليها على جنب. بالنسبه للجزء الاخير فهو درت فيه شويه الكوك، ما تكثروش لك الكوك ناشف فغادي يعذبكم العجينه تقطشق مع نكهه ديال الحامض. هنا غناخذوا الجزء اللي فيه الفيرميسيل وغادي نشكلوه يعني دائره ونعاودوا نقادوها يعني بشكل طولي، غتكون اوفال ماشي دائريه، وممكن ديروها دائريه طبعا باش غنشكلوها بقالب اولا بطابع ديال الشده بهذا الشكل. ممكن ديروه في الدقيق الا كانت تلصق لكم، من الاحسن يعني نشكلو كويرات ومن بعد نبداو نطبعوهم كاملين. ممكن تستعملوا طابع مختلف على هذا اللي درت، يعني غير شي حاجه تكون بالطابع مع هاد الشكيلات. صافي غادي نستمر حتى كنقدهم كاملين وكنطبعهم بهذا الشكل وكنوضعهم في صفيحه ديال الفرن. ممكن نفرشها بورق طبخ او بلاش لان فيها الزبده والزيت فما تلصقش، كنفضل نفرشها ولا كومتوما على حساب المتوفر عندكم. بالنسبه للشكيل الثاني اللي غادي نطيبو مع هذا فغادي يكون اللي غادي نديروه كويرات، والمذاق ديال الناطه هذا كويرات تكون رطبه اكيد لان غادي نحفروه من الوسط باش ما يتشققش لينا. فايت درت معكم حلوه تقريبا بحال هذه ماشي 100% لان اللي كيطيب مع الكونفيتير وبزاف اللي قصحوا العجينه وقال لك تتشقق ليهم. هنا غندوزوها في بيض البيض اللي كنكونوا طربناه مزيان وخففناه وكنديروه لوز ايفيلي او كاوكاو ايفيلي، يعني غيرنا فايتنا درنا كاوكاو مهرمش، دابا اللوز كتجي زوينه به بزاف. وكنوضعوه مباشره في الصفيحه ديال الفرن بعد نشكلوه اما بيدينا قبل نشكلو الحفره او حتى نحطو في صفيحه الفرن، هي من الاحسن في يديكم لاننا نشوف الابيض البيض كيبدا العجينه كتشقق فهاد الشكل بكل سهوله، راه ما كيوقع حتى شي حاجه في الكف اليد. صافي غادي نستمر حتى كنقادهم كاملين وانا من بعد وعاد ندير فيهم حفيره ونجمعهم. غير المبتدئات من الاحسن يحفروهم عاد يحطوهم، وطبعا في هذه المرحله ملي كنوصلوا لها كنشعلوا الفران الا بغينا طيب عام نطيبوا شويه بشويه. كنتو فرنكم كيطيب بالجد فخليوه حتى تساليوا الحلوه كامله. طبعا الا عندكم الصفيحه وفرنتو الكبير طيبوا كل شيء مره باش تقابلوا الفران ديالكم. انا لا شعلت الفران وخليته يسخن على ما حفرت هادو، دخلتهم النار دائما تكون ناقصه على الحلوه. طيبوا الحلوه على نار مهيله باش كطيب مقاده واللون ديالها كيجي مشمس وكتجي طيبه من الداخل. كنحمروا من تحت واحد شويه ونعاودوا نحمرهم من الفوق، وردوا البال الا ما يتقادوا لكم شفتيها بحال بحال لان هذه قصيره وهذه عاليه، فاللي طابت زولوها ونرجعوا نشوفوا الطريقه ديالي كيفاش غنقادوا الشكل الثالث اللي هو ديال الشوكولا والقهوه. فغادي نطلقوا بين جوج بلاستيكات او بلاستيك كنقلبوها بحال هكا، وكناخذوا طابع دائري وكنشكلوا وكناخذوا طابع اصغر منه كما بغى يكون عندكم شي حاجه اللي تحفروا بها الوسط. صافي ونهزوهم ونوضعوهم صفيحه ديال الفرن كذلك باش غير يطيبوا الاخرين ندخلوا هذو كذلك يطيبوا. راه كل قطعه تقريبا فيها 17 غرام في هذه الحلوه. بالنسبه للناس اللي كيسولوني دائما على العدد شحال خرجت لك، ف عمري نعطيك العدد لان الناس ما تيعجبنيش نهائيا نهائيا نحسب الحلوه. تقريبا عمري حسبتها واخا كنت كنخدم لي كوموند فكنت كنكون عندي واحد التقريب فقط مره واحده حسبت، ولكن من بعد صافي ما بقيتش كنبغي نحسبها ما عرفت علاش الصراحه السبب. لذا فكتعطي هذه كميه كثيره والله يضع البركه. صافي بالنسبه للشكل الاخير اللي فيه الكوك ونكهه الحامض فشكلته كويرات وضغطت عليهم واحد شويه وكذلك صافي هذا الفرن يدخلوا يطيبوا بنفس الطريقه. بالنسبه للزين ممكن الناس اللي ما عندهمش الوقت يخليوا حتى لغد ليه يجمعوا الحلوه ديالهم لغد ليه هذه يزينوها، انا زينتها في نهار واحد. فكناخذوا خطوط من الشوكولا البيضاء اللي كنكونوا ذوبناها وضعناها في بوش او بلاستيك ودنا واحد الثوقه بلي صغيره تقدر صغيره، وكديروا كذلك خطوط هذه كتبقى مجرد اقتراحات من الشوكولا الاسود. ممكن نغطسو نصها في الشوكولات الكحل او بيض ونزينو باللي بغينا، يعني كتبقى اقتراحات كيف قلت من قبل. بالنسبه للشكل الثاني او الشكل اللي بالشوكولات فغنديروا معاه لوز او كاوكاو مهرمش ومحمر بحال اللي درنا من بعد ديك السيجار من قبل داك السيجار اللي كان عجبكم على شكل روشي. فغادي
نغطسوه ونهزوه يستقطر واحد شويه وندعوه في داك الورق اللي طيبناه فوق فيه من قبل. بغيتوش تضيعوا يعني هاد النوع اللي كنستعمل انا، كنك طيبيه وتعاودي فيه، فكديروا بلاستيك الا بغيتو طبعا. صافي هنا كنوضعوهم هكذا باش كينشفوا. الا عندكم الجو ساخن وضعوهم بحال هكا بلاطو ودخلوهم مجمد يشدوا راسهم عاد جمعوهم. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنقادهم. وبالنسبه لديك الحفره راه ممكن نخليوها خاويه ونديروا غير خطوط من الفوق في شوكولاته كحل، او نزيدو. انا بالنسبه لي درت لوز ايفيلي مع او كاوكاو ايفيلي او اللي بغيتو، اي مكسرات عندكم مع واحد قطع من حبل الملوك مع السلك اللي كان عندي في الثلاجه، قطعت منه واحد شويه وزدتو معاه غير باش يعطيني داك اللون، يعني يخرج ليا الشكل. ممكن تعمرو باللي بغيتو نتوما ماشي مشكل. بالنسبه لهذا الشكل فغادي ناخذو الكونفليكس. الكونفليكس اللي كيكون يعني النطخ في المذاق ديالو غادي نطحنوه. ممكن نعوضو باي اضافه كوك محمر، ممكن ديروا الكنافه كيف شفتو معكم من قبل اللي بغيتو. ممكن الفيوتين الى عندكم تا هو ترمشوه ديروه. فغادي نطحنوه واحد شويه، ماشي غنردوه دقيق لا، غادي يبقى غير نهرمشوه فقط، ما يبقاش لينا غليظ هكاك. وعاد نستعملوه يعني ما تطحنوهش بزاف، يعني درت 8 ديال الثواني ما كملتهاش صافي وحبست باش ما تحليش بزاف. وجا هو هذاك كما غادي تشوفوا معايا. صافي غنخليه على جنب. الا عندكم طحانه اللي كتطحن يعني ما كتبقاتش كطحن شي وتخلي شي، غير بلوه باش تحيد منكم منه الدقيق، لان ما يعطيكمش شكل زوين. انا بالنسبه للشوكولاته ابيض فزدت له اختياري طبعا، زدت له واحد شويه ديال ياغورت نكهه الفانيلا. كيكون عاقد كيعقد، ملي كنزيدو كيعقد وكيهز بزاف. ممكن تستعملوه وممكن ديروا غير شوكولاته ابيض عادي او عسل اللي بغيتو، اللي توفر لكم او عجبكم ديروه. هذا كيجي مذاق زوين بزاف، ياغورت ديال الكراميل مع شوكولاته ابيض. فيتنا شناه في واحد الكيكه، زينا به واحد الكيكه فجا مذاق ديالو زوين بزاف معها، كيكه ديال الكراميل. صافي غادي نستمر هكذا يا كنستقطر مزيان داك الخليط لان تيكون شويه عاقد كي قلت داك هذاك يعقدو. الى بان لكم برد سخنوه وعاد استعملوه وندوزو نهزوه مباشره، سهله يعني دغيا كتوجد. وبالنسبه للشكل ديال الكونفيتير فكناخذ واحد جوج معالق كبار من المربى، انا عندي غير العاديه ماشي ديال الحلوه، فغنضطر نطحنها عاد نزيد لها السكر باش كتعقد، لان ما طيبناش الكونفيتير مع الحلوه فدرنا كونفيتير مباشره. فمن غدير في الوطا ديالك غتبقى يتلاصق اولا غيبقى يسيح. فهذه الطريقه غتخليه يعقد مزيان ونفس الوقت كيبقى يعني يطيب في العضه ديالو. كنردو على النار حتى كيغلي مزيان 10 دقائق حتى كنحسو به اللون ديالو ما بقاش مضبب ولا صافي. ممكن نزيدو معاه ما زهر او اي نكهه بغيتو. انا درت غير السكر واحد جوج معالق كبار ديال السكر مع جوج معالق ديال المربى، وكيف قلت يغلي 10 دقائق مباشره هو سخون، لان البرد غادي يعقد. كنديرو يعني على ما كنساليو كنلقاوه عقد فوق منه، فممكن تجمعوا الحلوه ديالكم بكل سهوله. صافي هادو هما الاشكال ديالنا، الشكل اللي درت بالكونفليكس مع الشكل ديال المربى، كيجيو راقيين وبساط في المكونات ورائعين حتى في المذاق ديالهم. داك العجين لذيذ بزاف البنات، والشيش هذا اللي زينا فضروري نخليوه في الثلاجه لان الحل مازال شويه سخون فكيدوب الشوكولات. والشكل ديال الشهدا اللي زيناه بخطوط بالشوكولا البيضاء والشوكولات الكحل. كنتمنى هاد الشكيلات تعجبكم، كما غتشوفوا معايا عن قرب كيفاش كتجي من الداخل، الشيشه كتذوب في الفم ومذاقها ولا اروع. واكيد اللي ذاق حبه وذاك الاخرى ما غايقولش لانها من نفس العجين، واكيد كتعطي كميه كثيره كيف قلت ما حسبتش بصراحه شحال. لكل قطعه درت ليها 17 غرام، حتى هذا راه فيه 17 غرام من عبرتو بالصدفه جا هو هذاك. كذلك القطع الاخرين كاملين يعني كندير عين ميزاني، ولكن بحكم الممارسه فكنعرف بلا ما نعبر. هذا الشكل ديال المربى كما لاحظتوا عاقد ما كيتحركش من بلاصتو، كيخليوه يغلي مزيان. وكتجي الشيشه، انا بغيت غير نوريكم كيفاش كيجي شاد راسو. صافي كنتمنى شكلتنا الاعجاب ديالكم وتجربوها. شكرا دائما دائما على الدعم وعلى التشجيع وعلى اللقاء في فيديو وفي وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.